في بلد يأكل قويها ضعيفها، ابتزاز بغطاء قانوني وبذريعة لا يتحملها دستور أو قرار تنفيذي بسبب إجازة بناء لأحد المنازل في حي سكني تسبب باعتقال وسجن لعدة أيام ما لم يدفع له مبلغا ماليا. وهكذا يتم التعامل مع المواطن الفقير في مؤسسات وجدت في الأساس لخدمة المواطن وليس لابتزازه. وهنا يقول مواطنون أن حقوقهم تضيع في أروقة المؤسسات التي أصبحت أماكن لابتزازهم. احنا الصبح عندنا هنا عمل صب شقف، وجتنا الصبح البلدية ودورية من مركز الشرطة وشالونا قبل للسجن، وظلنا ساعتين بالسجن أنا والنجار صاحب القالب، ونقعدنا بالسجن. طلبوا علي مبلغ 600,000 دينار، وطيت 600,000 دينار، وشرطوا علي شرط يو تبقى للأحد ونصعد أخذ القاضي ويو تطينا 600 هسه ونطلعك. قايضان وما قايضة هم والدورية النجدة واثنين من اتجاه البلدية. قائم مقامية المركز عد تصرف شرطة النجدة مع أحد أقسام بلدية كربلاء بالابتزاز غير القانوني، وهذا دليل آخر على تصرفات شخصية بذريعة لا تستحق هذه الإجراءات. ويظل هذا الملف أحد الأبواب التي تكشف عن الجرائم التي تحصل خلف الكواليس في بعض المؤسسات الحكومية وسط مطالبات شعبية واسعة للإطاحة بمن يبتزون المواطن ويزيدون من معاناته. اتصلنا بالمركز الشرطة المعني واتصلنا بمسؤول القسم، ومن خلال الاتصال تبين أن هذا التصرف شخصي وينم على حقيقة استغلال منصب. وهناك أيضا اتصال مع السيد مدير مركز الشرطة المعني، وبلغنا بأن العمل يجب أن لا يتكرر، ومحاسبة الدورية التي خرجت واعتقلت هذا الشخص وأودعته إلى السجن سوف يكون هناك إجراء رادع بحق هؤلاء، ولن نسمح بتكرار هكذا ابتزاز، وسوف يلاقي المخالفين جزاهم العادل. ابتزاز المواطنين بمبالغ مالية وبطرق ملتوية تعكس ما يحدث في كواليس بعض المؤسسات الحكومية. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.